بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي والله. انا جايبه لكم النهارده فيديو هيعجبكم. هننضف مع بعض التلاجة. انتوا شايفين التلاجة عامله ازاي؟ انا سبتها شويه كتار عشان نشوف الفرق بين الاول وبين دلوقتي. بصوا عامله ازاي. وهنا كمان الدنيا متدمره. هنعملها مع بعضينا بقى واحده واحده كده. طبعا الفرق واضح. بص انا كنت عامله ايه قبل رمضان. انا اللي عامله الحاجات ديت ولزقتها على التلاجة، بس ان شاء الله مش عارفه اشيلها ولا اخليها. بصراحه هي مدياني بهجه كده حلوه قوي، فانا مخليها. ودوت مسحراتي، بس يا عيني زعلان مش عارفه ليه. المهم يعني هنعمل مع بعض التلاجة. انا هشيل كل الحاجات ديت، هخلع الحاجات ديت الرفوف بتاعت التلاجة، وهوريها لكم بعد ما اخلعها هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات، انا خلعت كل الحاجه من التلاجة، حطيتها هنا في الحوض ودي معايا ميه اهي، ما فيهاش اي حاجه. هحط عليها شويه بريل، ومعايا سلكه نظيفه. هبدا بقى اللي انا عفوا هبدا اللي انا اغسلهم بقى كده مع بعض. بس معلش هقفل الفيديو واغسلهم وارجع لكم، لان الفيديو ده هيطول قوي ومش عايزاه يطول عليكم. هغسلهم واخلصهم كلهم وارجع لكم. ودلوقتي يا بنات انا غسلت كل الارفف بتاعت التلاجة، اللي في الباب واللي في التلاجة من جوه غسلتهم كلهم اهم. بس سايباهم كده على قطعة قماشة، سايباهم يصفوا قبل ما نغسل التلاجة مع بعض. وهي التلاجة بعد ما شلت منها كل حاجة، ده الرف ده ما بيشلش، ده العيب الوحيد في تلاجة شرب، هي ده الرف اللي ما بيشلش، فبغسله وهو محطوط فيها. هو ده للاسف العيب الوحيد اللي في التلاجة. هنغسل بقى كل التلاجة دي مع بعض. بس هشيل الفيشة، حبيت اصورها لكم. بس قبل ما اشيل الفيشة، هشيل الفيشة ونرجع نغسلها مع بعض. دلوقتي يا بنات انا شلت الفيشة وجايبة المية بسبونشة بشوية بريل، شوية صغيرين جدا علشان خاطر ما عملش الدنيا كلها صابون. على فكرة ما بعملهاش كده على طول، انا بعملها بفوطة مبلولة، لاني ما بسيبهاش توصل للمرحلة دي، بس انا تعمدت اسيبها توصل للمرحلة دي عشان انتوا تشوفوها معايا. هنبدأ بقى مع بعض كده، نبدأ نغسل التلاجة والرفوف كل حاجة فيها. معلش سامحوني عشان بصور بإيد واحدة بس. هعمل الجنب التاني زي الجنب ده كده بالظبط. وكمان الإضاءة مش باينة قوي، معلش عشان خاطر أنا طافية شايلة الفيشة بتاعت التلاجة. هعمل الجنب التاني وإن شاء الله لما أجي أعمل هنا هوريكم معايا. دلوقتي أنا عملت الجنب التاني أهو، هبدأ بقى اللي أنا أعمل الرف دوت كده. بس ما بجيش جنب الإخرام ديت، ولا باجي جنب المبرد دوت عشان خاطر دوت لوحة التبريد اللي في التلاجة. أهو هعمل كده جنب الرف دوت. هنزل بقى تحت كده الرف لمكان الدرج. انا غسلت الدرج كمان. لو في حاجة صعبة عليكي مش عارفة تشيليها، اعصري عليها كده الاسبونشة شوية، هتلاقيها هي باشت لوحديها وبدأت اللي هي تشيل. كمان ما تنسيش الحتة اللي جوه ديت كمان بيبقى فيها تراب هنا كده اهو. انا كده هكمل بقى بقية التلاجة. ودلوقتي يا بنات انا خلصت التلاجة. طبعا شفتوني وانا بدعكها بالاسبونشة والصابون، هو مكون واحد بس اللي هو البريل. وكمان جبت بقى فوطة مبلولة، بقيت كل شوية انشف الصابون اللي انا عملته واروح اشطفها وارجع تاني. وبصراحة جبت طبق فيه مية وحطيته لما لقيت نفسي هتعب. انا خلصتها اهو تمام كده. وطبعا عملت الباب ما نسيتهوش طبعا، بس انا كنت فاكرة الموبايل بيصور، بصراحة طلع الموبايل خدعني وما بيصورش. انا دلوقتي جبت بقى فوطة ناشفة خالص، هبدأ بقى اللي انا لو في حاجة كده مبلولة لسه او اي حاجة هبدأ بقى نشفها اهو كده. همشي واحدة واحدة كده على التلاجة. بصوا كده معايا اهو. طبعا ما تنسيش اي حاجة ديت انا ما عملتهاش، بس بنشفها بالفوطة الناشفة اهو. هنا برضو نفس القصة اهو، ماشية كده معايا واحدة واحدة اهو كده. هنشفها بقى بالفوطه. طبعا انا عملت هنا قدامكم، وسواء عملت كمان تحت ما تنسيش ان انت تلمعي برده تحت كده اهو. زي ما انتم شايفين كده بنشفها. انا اسفه على صوت بنتي كده. انا نشفت التلاجة تماما، هنشف برده الباب كده عشان لو في حاجه.
نسيت اقول لكم ان انتوا كمان تعملوا الحته دي كده ما تنسوهاش، هي لسه فيها صابون هنشفها، لان هنا بيبقى فيها رده عيش مطرح ما بفتح الفريزر اطلع العيش، فعلى طول بيبقى فيها رده. انا عملتها اهو ما بقاش فيها اي حاجه، بقت زي الفل اهي. وكده الباب بقى معايا تمام، هرص بقى احط الرفوف وهرص الحاجات في الباب وارجع لكم. ودلوقتي الحمد لله بعد تعب كتير قوي بصراحه، بقى لي ساعه بعمل فيها او اقل من ساعه تقريبا، بس تعبت. انا كده خلصتها، طبعا انتوا شايفين الفرق بين الاول وبين دلوقتي. طبعا كل واحده عندها تلاجة شاربة هتعرف المعاناه اللي انا بعانيها في الرف دوت. وهنا الدرج ده مكسور مني، اتكسر مني اول ما جبتها، بس المشكله اللي هما ما بيجوش يجيبوا لك قطعه الغيار، لازم انت اللي تروحي الشركه تجيبيها منهم. وهنا كده رصيت كمان الحاجه، يا رب تفضل على حالها. يعني انتوا عارفين طبعا طول ما في اطفال في البيت الدنيا بتبقى بايظه. وهنا برضو عملت هنا برضو وكده خلصتها الحمد لله. اتمنى الفيديو يعجبكم، لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.